في بوشناق الخمسة 11 دقيقة مازلت معنا في يحدث في تونس أخبار المجتمع والناس، وطبعا الناس والتوينسة والمجتمع يهتموا بكل ما هو مشاريع بكل ما هو تنمية. ذاك علاش ضيفنا اليوم في فقرة زيارة غير رسمية في صلب الموضوع اليوم، سعداء جدا باستقبال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس وان لي موجود بحضنا في استوديو خمسة. زيارة غير رسمية. نرحبوا جدا وسعداء في الإذاعة الوطنية والإذاعة التونسية باستقبالك سعادة السفير السيد وان لي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس، مرحبا بك بيننا. فيشان欢迎万里阁下万里大使阁下做客我们的节目，来到我们国家广播电视台参加这个访谈节目。非常感谢突尼斯国家电台邀请我。来做这个节目，我也非常高兴有这个机会和突尼斯的媒体朋友就两国关系和各领域的合作交换意见。شكرا جزيلا على الاستضافة على دعوة لأن تتاح لي الفرصة في مشاركة هذا البرنامج لكي نناقش القضايا المتعلقة بين العلاقات الثنائية بين الصين وتونس مع أصدقائنا الإعلاميين الصحفيين. مرحبا. طبعا سعادة السفير اليوم يرافق واي تشينغ واسمه العربي عباس، هو من سيترجم هذا اللقاء. سأبدأ من البداية، اللي هو 60 سنة من تاريخ العلاقات الثنائية الدبلوماسية بين تونس والصين، علاقات عريقة ثم تدعمت بزيارات رسمية في الفترة الأخيرة، زيارة رئيس الجمهورية في شهر ماي، زيارة رئيس الحكومة يوم 3 سبتمبر. كيف يمكن تثمين هذا الرصيد من العلاقات الثنائية 60 سنة ثم هذا الحراك الجديد والمستجد في العلاقة بين البلدين سيد السفير؟ 大使阁下，正如我们所知，今年是这个中突建交60周年。那么在这个大的背景下，尤其是我们知道，中突双边的关系这个历史悠久，那么特别是今年以来，两国关系呢建造了一系列重要的这个互访活动，那么其中包括赛义德总统于这个今年5月份访问中国，然后也近期这个也就是9月3日的时候，我们的总理呢也到访了中国。那么所有这些重要的这个事件见证了近期两国关系进一步的这个发展。那么您对于这个两国关系的发展有什么看法？今年是中突建交60周年，60年来两国关系一直是在稳定健康的发展，双方在各个领域的合作都取得了丰硕的成果。نعم يصادف هذا العام ذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وتونس، وشهدت السنوات الأخيرة تطور مستقر وسلس بين الصين وتونس، وإن التعاون بين الجانبين يستمر بشكل سليم جدا. نعم طبعا المواطن التونسي يهتم جدا بهذه المشاريع المشتركة بصدد التحقق بدعم صيني عن طريق الشركات الخاصة التي تتولى التنفيذ أو عن طريق دعم جمهورية الصين الشعبية لتونس. مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان، إعادة تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه، وكل هذه المشاريع نريد أن نعرف عنها أكثر سعادة السفير. 是的，突尼斯人民也非常重视两国关系的发展，特别是两国务实合作。那么无论是通过这个中突两国政府间的一个推进务实合作，还是说通过这个私营部门企业的一个参与，那么我们突尼斯人民非常重视一些重要项目，其中就包括凯鲁万卫生城项目以及蛮扎这个体育场的翻修项目等这些重要项目。两国关系发展这么好，最根本的原因是双方相互尊重，平等相待，双方都坚持互不干涉内政的原则。إن
السبب الرئيسي أو أساسي لأن يكون العلاقات الثنائية جيدة ومستمرة هو إن الجانبان دائما يتمسكان بالتبادل الاحترام وعلى قدم المساواة وعدم التدخل في شؤون الداخلية للطرف الآخر. 中方非常感谢突尼斯政府坚持一个中国原则，支持中国的统一大业。中方也支持突尼斯人民自主选择符合自身国情的发展道路，反对外部势力干涉突尼斯的内部事务。إن جانب الصين يثمن ويقدم تقدير عالي للجانب التونسي على دعم الجانب التونسي لسياسة الصين واحدة والقضية توحيد أراضيها الكاملة وهنا إن الجانب الصيني أيضا يدعم الجانب التونسي في خيار بإرادة مستقلة طريقها التنمية وهذا حقوق وحق الاختيار طريقها لا يمكن أن تدخل بأي جهة فنحن نرفض التدخلات من الخارجية سواء من أي كان للجانب التونسي. نعم، هذا ما تم التنصيص عليه في اتفاقية التعاون بين تونس وجمهورية الصين الشعبية، كما تم التنصيص أيضا على منجزات عملية تتعلق بمشاريع تنموية. نعم، كنت سألت عنها، مدينة الأغالبة الطبية، إلى أين وصل هذا المشروع أو مساهمة الصين في هذا المشروع؟ لأنه اليوم فما مجموعة من الأخبار الزائفة تتحدث عن نفي الصين لدور في هذا المشروع، نريد التوضيح من لدنكم معالي السفير. 是的，我们很高兴的看到，两国之间签署了一系列的这个协议。那么，其中您刚刚提到的这些原则呢，在协议当中也都得到了体现。那么我们非常关注这个两国在这个发展领域务实合作。那特别是刚刚提到的这个开路望卫生城项目。那么当前呢，有一些这个媒体呢虚假报道，否认这个中方愿意在这个开路望卫生城项目上这个发挥重要作用，为其这个完成做出贡献。那么您能否谈一谈开路望卫生城目前这个项目的双方合作的进展如何？首先我想说明，就是中突之间的经贸领域的这些合作都是互利共赢的，为两国人民都带来了实实在 在的好处。أولا وقبل كل شيء أود أننعم أتحدث بصراحة إن جميع التعاون المشاريع التعاون العملي بين الجانب الصيني وتونس قائمة على مبدأ النفع للجانبين بمعنى متبادل المنفعة وجميع المشاريع بين الجانبين تم جلب المنفعة والخير للجانبين الشعبين. نعم، 在塞德总统访华和马杜里总理去中国出席中非合作论坛北京峰会期间，两国领导人就包括开罗外生城和芒扎体育场等许多大型的合作项目，充分交换了意见。我خلال زيارة الدولة أدى به فخامة الرئيس قيس سعيد إلى الصين وأيضا خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية أخيرا وحضوره في قمة بيجين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي فخلال هذه الزيارات تم المباحثة بشكل جدي بين قادة البلدين وفي كثير من المشاريع الهامة بما فيها مشروع
مدينة الأغالبة الطبية بقيروان ومشروع تهيئة الحي الرياضي بمنزة. 中方愿意帮助突尼斯实施这些项目。因为الجانب الصيني المساعدة على جانب تونسي في إنجاز هذه المشروع. 因为这些项目都是大型的项目，需要大量的投资，所以难以通过中国政府无偿援助的方式来实施。فبنظرا لأن جميع هذه المشاريع مشاريع عملاقة وضخمة جدا تحتاج إلى الاستثمارات كبيرة وضخمة فلذلك لا يمكن إنجاز جميع هذه المشاريع بهبة صيني فقط. 中方鼓励和支持中国的企业和金融机构，同突方探讨如何推进上述的项目。ويشجع الجانب الصيني شركات صينية ومؤسسات مالية الصينية لأن أن يشارك وأن يناقش وتباحث جميع هذه المشاريع مع الجانب التونسي. 这大型的项目需要遵循市场规律，按照商业化的原则去推进。إن جميع هذه المشاريع الكبرى الضخمة فيجب أن ندفع به أو ننجزها وفقا للقواعد السوق ووفقا من مبادئ التجارية المعترف. 中方已经向突方提交了一份就包括凯鲁万卫生城项目在内的一些大项目开展可信息研究合作的谅解备忘录。لقد قدمت الصين مسودة مذكرة تفاهم بشأن دراسات جدوى فيما يخص المشاريع الضخمة الكبيرة وبما فيها مشروع مدينة الأغالبة الطبية بقيروان للجانب التونسي.这是两国合作在这些项目上开展合作的第一步。وتعتبر هذه الخطوة الأولى لإنجاز أو لدفع إنجاز هذه المشاريع. 之后根据这个可信性研究的报告，再进一步探讨具体的融资等一系列的问题。ويمكن مناقشة مزيدا من المواضيع.والمسائل وفيما يخص هذه جميع هذه المشاريع الكبرى وفقا لتقرير دراسات الجدوى. نعم، إذن نحن في مرحلة دراسة الجدوى بالنسبة لمدينة الأغالبة الطبية وكل المشاريع الكبرى التي تعتزم تونس بإنجازها بشراكة مع الصين. نتحدث أيضا عن جسر بن زرت، عن محطة توليد الطاقة الشمسية، عن توسعة مستشفى صفاقس، إنشاء مستشفى علاج الأورام في صفاقس فقط. سعادة السفير، هل تؤكدون وجود هذه المشاريع على خطة التفاهم بين تونس وجمهورية الصين الشعبية؟ 根据您刚刚所说的，确实双方现在是处在这个可行性研究这个环节。那么，想跟您确认一下，就是包括比赛大大桥啊，这个光伏项目，斯法克斯综合医院扩建项目，以及这个加贝斯肿瘤医院等等这些项目，是否也在这个可行性研究这个谅解备忘录里面？您刚才提到这些项目跟这个谅解备忘录没有直接的关系，因为比赛的大桥的项目是突尼斯政府自筹的资金，是从欧洲方面和非洲开发银行寻求的资金，中国企业经过突方的国际招标赢得了这个项目。صراحة إن مشروع
جسر بن زرت الذي تفاضلتم قبل قليل، ما في علاقة مباشرة بين هذا المشروع وهذا المذكرة التفاهم؟ لأن حسب علمنا فإن التمويل لمشروع جسر بن زرت جاء من طرف الأوروبي والبنك التنمية الإفريقية، فهذا جميع بفضل جهود الجانب التونسي. 斯法克斯医院扩建都将由中国政府提供无偿援助来实施，其中肿瘤中心项目已经签署了立项换文，这个斯法克斯医院的扩建双方正在就中方考察组的结论这个考察报告进行进一步的商谈，相信很快会有积极的结果。 فيما يخص مشروع إنشاء مستشفى علاج الأورام في قابس، فهذا وأيضا مشروع توسع المستشفى الجامعي بصفاقس، إنهما سيتم إنجاز بحبة جانب الصين. وتحديدا إن مستشفى علاج الأورام بقابس فعلى هذا على مرحلة الدراسة والجدوى، فيمكن أن نتقدم فيما بعد وفقا للتقرير. 双方的合作的种类可以多种多样，既可以是承包，也可以是中国政府的无偿援助，还可以是中方提供的优惠贷款，以及一般性质的这个商业贷款。 فهناك كثير من الأشكال من المساعدات يمكن أن نناقش، مثلا فيما يخص المقاولات بشركات خاصة صينية، وأيضا حبة جانب الصيني، وأيضا مثلا القروض التجارية الميسرة وقروض ميسرة من جانب الحكومة الصينية، وهناك يعني أنواع كثيرة. نعم، أشكال متعددة من التعاون. هبة صينية لتوسيعة مستشفى صفاقس، يؤكد معالي السفير، هبة صينية لإنشاء مستشفى علاج الأورام في قابس، قروض ميسرة من الحكومة الصينية واستثمارات من المقاولين الخواص من الصين في تونس. تونس سعادة السفير هي بوابة إفريقيا، وهي منصة لتعاون مرتقب مع الصين في كامل المنطقة، تونس شمال إفريقيا، إفريقيا خاصة في التكنولوجيا وفي كل المجالات. ماذا يمكن أن نقول عن آفاق الاستثمار في تونس وفي المنطقة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والسيارات الكهربائية وغيرها من مجالات التطور العلمي؟ 正如我们所知，突尼斯是这个非洲的重要一个重要的门户，在地缘位置十分重要。那么，您对于这个突尼斯同中国在这个投资领域合作，特别是像这个新能源汽车等等这些领域的合作，它的前景有何看法？突尼斯有良好的区位优势，它既是阿拉伯国家，又有非洲这个属性，我觉得这是它的这个优势。 تتمتع تونس بموقع جغرافي مميز جدا، ونظرا أنها دولة عربية وأيضا ذات هوية إفريقية. 突尼斯还有非常丰富的这个太阳能的这个资源。 وأيضا تتمتع بالطاقة الشمسية متوفرة جدا. 中途双方在新能源开发 这方面有很广阔的合作前景。 ولدى الجانبان الآفاق واسعة فيما يخص تطوير في مجال الطاقة المتجددة، 其中包括这个电动车
这个领域。وبما فيها السيارات الكهربائية. 因为减少这个石油、天然气等这些化石能源的这个使用，是应对气候变化的一个重要的措施。وإن تقليل استخدام النفط وغيرها من الطاقة فطاقة التقليدية فيساعد على وجه أو مكافحة التغير المناخي. 因此，电动汽车应该有很广阔的这个前景。中方也愿意同突方在这方面加强合作。ولذلك ينوي الجانب الصيني العمل والتعاون مع الجانب التونسي في مجال السيارات الكهربائية الذي تتمتع بآفاق واسعة جدا. نعم شكرا لك. طبعا أنت بيننا سعادة السفير في استوديو الإذاعة التونسية الإذاعة الوطنية تحديدا. لا يمكن أن نسأل عن أفاق التعاون في المجال السمعي البصري في الميديا والإعلام، وكانت هناك اتفاقية بين هيئة الإذاعة الصينية مع الإذاعة التونسية بحضور الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة سيدة هندة الغريبي، ونحب نعرف أكثر عن فحوى هذا الاتفاق وماذا سيقدم الميديا والإعلام والإذاعة التونسية تقنيا وعلى مستوى المحتوى، كيف سيكون هذا الدعم؟ نعم، 正如我们所知，这个我们突尼斯国家广播电台呢，与这个中国国家广播电视总局签署了这个合作协议。那么这个合作协议呢，具体有哪些内容呢？那么将会为两国的媒体领域合作带来哪些新的机遇呢？双方签署的这个合作协议主要包括加强人员互访、培训以及技术合作和联合这个制作节目等等各个方面。فإن هذه الاتفاقية فبما فيها يخص التعاون في تبادل الزيارات بين الجانبين وأيضا التكوين الأعوان وأيضا تعاون التقني والتكنولوجي وغيرها من التعاون. 相信通过这个协议的实施，能够增进中突两国媒体之间的相互了解，促进双方的合作，为两国的民心相通发挥重要的作用。ونثق بأن من خلال تنفيذ هذه الاتفاقية فسيلعب دورا مهما جدا في تعزيز التعاون والتفاهم بين الإعلاميين البلدين وبما يعزز التقارب قروب شعبين. نعم شكرا معالي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس السيد وان لي. ختاما أردت أن أسألك، ماذا تعرف اليوم عن تونس؟ ما الذي أحببت في هذا البلد الصغير؟ عاداته، تقاليده، المطبخ التونسي، الأماكن التي زرتها وتحتفظ بذكريات جيدة عنها؟ 那么最后呢，我想问一问突尼斯就是大使阁下呢，对于突尼斯有没有哪些喜欢的菜啊，喜欢的突尼斯的习俗啊，或者是哪些景点给您留下深刻的印象呢？我在突尼斯一年多，去过一些非常有名的古迹和城市，比如说杜加，比如说那个叫打巴尔卡，还有苏斯等等，给我留下了非常好的印象，让我深深的感受到了突尼斯悠久的历史和古老的文明。حقيقة لقد بقيت في تونس أكثر من سنة وخلال هذه الفترة زرت كثير من الأماكن السياحية تاريخية مشهورة بما فيها مدينة دقة ومدينة طبرقة ومدينة سوسة
وجميع هذه الأماكن تركت انطباعا عميقا في قلبي. ولاحظت من خلال هذه الزيارات إن تونس بلد عريق في تاريخها وثقافتها. 我也很喜欢突尼斯的橄榄油，那个品质非常的好。还有那个阿里萨，因为我的家乡就是以辣的菜有名的四川省。我ايضا احب زيت الزيتون حبا جما لانها اكيد جوده عاليه جدا وايضا احب هريسه ولانني انا ايضا من بلد يعني مسقط راسي سيشوان شعب فيها يحب الاطعمه الحاره جدا. نعم صحه وبشفاء الهريسه حاره شويه. شكرا على هذا الوقت على هذه الزياره سعاده سفير جمهوريه الصين الشعبيه لدى تونس السيد وان لي. شكرا جزيلا. شكرا واي تشينغ على الترجمة. مرحبا بكم دائما بيننا في الإذاعة التونسية. 确实像您所说的这个哈丽莎这个有点辣，但是呢非常可口。感谢大使阁下呢做客我们的节目，非常感谢您的这个应邀参加此次访谈节目，再次对您表示感谢，同时也感谢我们的翻译。谢谢。在结束之前我想多说几句，就是我觉得两国之间的合作的前景非常的广阔，会非常的好。شكرا. وهذه أغنية تونسية لكم أمينة فاخت. نخلي لك الترجمة ثم نقترح عليكم تسمعوا معنا صوت وموسيقى تونسية. شكرا جزيلا. فقبل أختتم فأود أن أختتم في هذا يعني أثق بأن آفاق التعاون بين الصين وتونس آفاق واعدة وواسعة جدا. شكرا جزيلا لكم. نمشي للموسيقى إن شاء الله وصلت الصورة، ولكن كل التصريحات تلقاوها على صفحة الإذاعة الوطنية التونسية على مختلف منصات التواصل.